السلام عليكم وكنتمنى تكونوا كاملين مزيانين والصحه ديالكم مزيانه وعلى خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الطويجن هذا اللي وغزال وبلا لحوم غير مطيشه والبيض وجلديد بزاف بزاف فقلت اكيد غادي نشارك معكم حيت انا كنوجد بزاف صراحه في الدار اذا عجبكم هذا هذا ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى وصلكم الجديد ديال القناه وديك اللايك ما تنساوهاش تضغطوا عليه ودابا بقى ليا نعطيكم الطريقه بسم الله عندي هنا فلفله وبصله ومعها مطيشه مطيشه راهي حمراء غير في هذا الفيديو ما كتبانش حمراء انتما عارفين مع الاضاءه والتصوير ما كتبانش حمراء مزيان وفي الطاجين عدت واحد شويش ديال الزيت ومن بعد قطعت ديك البصله كيف ما كتشوفوا معايا رقيقه في هذا الوقت هذا وانا كنشحر البصله غادي نقطع ديك فلفله رقيقه مزيان مزيان وها هي صافي من بعد ما قطعتها دابا غادي نضيفها على الطاجين وحتى هي غادي نخليها حتى كتشحر مزيان 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 هي وديك البصله قد ما تشحروا قد ما مزيان قد ما كتعطي دي ديك المذاق ديال البصله ديك المذاق اللي مزيون فاش كتشحر وكترجع كراميلي ودابا غادي نغطي الطاجين ديالي ونمشي نقطع مطيجه حتى هي مربعات صغارين بزاف بزاف فهاد الوقت هذا غادي نضيف واحد جوج دي فصوصه ديال الثوم انا كانوا عندي في مجمد يعني كنعدل كميه كبيره وكنطحنها وكنخليها في مجمد المهم دابا حتى هي غادي نخلطها معاهم وخليها حتى هي كتشحر وانا بغيت نوريكم هنا هذه هاد اللقطه هذه آه كتشوفوا راه هو اللون ديال الفلفله تبدل ولكن راه باقي كخصها تشحر حيت اللذه ديال هذا الطاجين باش يجيكم لذيذ بزاف في التشحير ديال الفلفله والبصله المهم انا غادي نوريكم بالضبط كيفاش خاصها تكون مشحره باش يجيكم لذيذ بحال اللي كيجيني انا مزيون ولذيذ وخا بلا كفته بلا لحم ولكن كيجي لذيذ بزاف بزاف وانتو ما كتشوفوا صافي دابا راه هي تشحرات لي مزيان عندك فلفله مع بصله ودابا غادي نضيف مطيشه فاش تكون عاد عملها الطاجين ولا بد ما تخضروا مطيشه تكون حامره هي اللي غادي تزيد تعطيكم ديك التعليكه ديال مطيشه صافي دابا غادي نخليها غير واحد شويه عاد باش غادي نعملها العطريه ودابا غادي نحتاجوا ملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم واحد مغروفه صغيره عامره بالكمون ربع مغروفه صغيره ديال اليبزار وفلفل حمراء مغروفه كبيره وزيت الزيتون هاد العطرية طبعا كتضيفوا على حساب كميه ديال المطيشه اللي عندكم والطاجين قداش عندكم كبير اولا صغير صافي دابا هادشي اللي غادي نعدل دابا غادي نبدا كنخلط كل مره كان آه كنحرك الطاجين ديالي وكنعمل الشغل كنحركو وما كيتعطلش بزاف في الطياب غير كطيب مطيشه صافي صافي هنايا راه هي مطيشه طابت الطاجين ديالنا راه هو وجد وتعلق كيف ما كتشوفوا معايا ودابا غادي نضيف البيض غادي نشبر نعدل هاد ماتيشا هيدا غادي نساوي السطح ديالها وغادي نعدل واحد الغطيسات صغيورين على حسب البيض اللي عندكم المهم انا كتعجبني نعمل هيدا ولكن تقدروا نتوما عاد تشبرو تخلطوا البيض وتعدلو مخلط آه هنايا يعني غنعمل انا ثلاثه ديال البيضات كاملين وما تنساونيش من لايك اولا الاعجاب بالفيديو واللي جديد في القناه وعجبك المحتوى مرحبا تقدر تشترك وتفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ديال القناه وهذا هو الطويجن ديالنا صافي راهو وجد كيفما شفتوا انا عدلت البيض وغطيته وخليته صافي حتى طاب وطفيت عليه العافيه وصافي دابا غادي نعدل الزيتون هذا حار غزال كيبقى كي اذا اختياري اذا عندكم في الدار ضيفوه ما عندكمش بلاش او نسيت ما قلت شي انا ما عدلتش الربيع حيت ما كانش عندي موجود وصافي تقدروا حتى نتوما تضيفوا الربيع وانا مع الشتا والبرد كنكثر بزاف الضياف في الطواجن الماكله بالزربه كتبرد ولكن في الطويجنات نتوما عارفين كيشبروا الحراره على حسب الماكله تبقى سخونه وهذا هو دي ديالنا وخصكم تشوفوا من بعد ما تغدينا وغادي نصورو ونشاركو معكم باش تعرفوا واخا ما كاينش او لا الدجاج راه الطاجين تنكر ها نتوما صورتكم الطاجين هو ويلا بسلامه عليكم